قضية المهاجر إلى اليوم لذري الأهمية قصوى على أساس أنه لستري الاحتفاء العطاء من تروان تنازرت للدنيا صبرا اليوم على المستوى الوطني اختارني يعني الموضوع الوزارة تحديد المراسلة اللي كان ميغا الأدوار من المغاربة العام يعني كني تروان تنازرت اللي لاني على برا اقتصاد الوطني الكفاءات غير اقتصاد الوطني وغادي كان الشعار العام على المستوى المغرب غير هذا كوني لاغلى البلدية اللي نشكر بعدا لأنه استقبل تحفظنا اللقاءات اللي تنظم من طرف تجمع من الجمعيات في مغاربة العالم اللي لان فرنسا سي ان كوليكتيف d'association en France qui organise la journée en partenariat avec le conseil provincial, la province bien sûr et la collectivité territoriale de Tiznit. Donc puisqu'on est à la municipalité, donc quand je donne la parole au vice-président, Naïb Raïs Mjlis, Seyd Cheikh Mohamed Billah. باش يسكن الكلمة الترحيبية من بعد مصطفى رئيس الكلمة الترحيبية سيتسنى